الذي لم يحل بعد 42 عاماً في ليلة دافئة من صيف عام 1979، تحولت أجواء المرح في حديقة لونا بارك إلى كابوس مرعب عندما اندلع حريق هائل في قطار الأشباح، أشهر الألعاب في الحديقة. هذه اللعبة التي كانت تستقطب المغامرين منذ افتتاحها في عام 1935، أصبحت فجأة مسرحاً لواحدة من أكثر الحوادث المأساوية في تاريخ المتنزهات. الحريق أودى بحياة 7 أشخاص من بينهم أطفال، وأثار صدمة عميقة في جميع أنحاء البلاد، لتتحول قصة الحادثة إلى لغز مخيف لم يتمكن أحد من حله بشكل حاسم حتى بعد مرور 42 عاماً. لكن ما الذي حدث بالفعل في تلك الليلة؟ هل كان الحريق مجرد حادث عرضي؟ أم أن هناك قوى شريرة كانت تعمل خلف الكواليس؟ القطار الملعون، البداية المرعبة قبل الحريق. كان قطار الأشباح في لونا بارك واحداً من أكثر الألعاب جذباً للجمهور. الزوار كانوا يتدافعون لركوب القطار والدخول إلى عالم الرعب المصطنع، حيث تمر العربة عبر أنفاق مظلمة مليئة بالمجسمات المرعبة والدمى الشبحية. لكن في ليلة الحريق أصبح الرعب حقيقياً. بدأ الحريق في منتصف المسار، وبينما كان القطار يمر عبر الأنفاق الضيقة المظلمة، اشتعلت النيران بشكل سريع ومدمر. الغريب أن النار انتشرت بسرعة غير طبيعية، مما جعل الهروب شبه مستحيل للركاب المحاصرين في الداخل. أصوات الصراخ كانت تتردد في أرجاء الحديقة، لكن الحريق كان أسرع من أي محاولة إنقاذ. التحقيق الأول، القصور أم شيء أكثر ظلاماً؟ بعد الحادثة بدأت السلطات تحقيقاً عاجلاً للوقوف على أسباب الحريق، وقد خلص التحقيق إلى أن إدارة الحديقة كانت مذنبة بسبب الإهمال في تطبيق معايير السلامة المطلوبة. المستشارون المحليون وقسم المطافي كانوا قد نبهوا الإدارة قبل أشهر من وقوع الكارثة، لكن تحذيراتهم قوبلت بالتجاهل. ومن المفترض أن يكون السبب وراء الحريق هو مشاكل في النظام الكهربائي الخاص باللعبة، أو ربما وجود مواد قابلة للاشتعال داخل الهيكل. ورغم هذا التحقيق لم يكن سبب الحريق حاسماً بما فيه الكفاية. كان هناك شعور عام بأن هناك تفاصيل مفقودة أو غير مفهومة حول الكيفية التي انتشرت بها النيران بسرعة. وزاد من غموض الأمر أن بعض الناجين والموجودين في الحديقة في تلك الليلة تحدثوا عن أمور غريبة، نظريات مؤامرة مرعبة. هل كان الحريق متعمداً؟ على مر السنين ظهرت نظريات مرعبة ومخيفة حول سبب الحريق. أبرز تلك النظريات كانت تتحدث عن تدخلات خارقة للطبيعة أو تورط جهات غير معلنة. بعض الشهود زعموا أنهم رأوا شخصاً غامضاً يتجول بالقرب من قطار الأشباح قبل اندلاع الحريق بدقائق، وتحدث آخرون عن رؤيتهم لظلال غريبة تتحرك داخل النفق قبل أن تلتهمه النيران. إحدى النظريات الأكثر رعباً هي تلك التي تشير إلى أن الحريق كان عملاً متعمداً وأن هناك قوى مظلمة كانت وراءه. في هذا السياق أشار البعض إلى طقوس غامضة وأشخاص مرتبطين بعبادة شيطانية، ربما استخدموا قطار الأشباح كوسيلة لاستحضار أرواح شريرة أو التضحية بضحايا أبرياء. إضافة إلى ذلك ظهرت شهادات من بعض الموظفين السابقين في الحديقة بأنهم كانوا يسمعون أصواتا غريبة ليلا من داخل قطار الأشباح، وأن اللعبة كانت دائما تحمل طابعا مخيفا يتجاوز مجرد الرعب التقليدي. بعضهم تحدث عن أشياء تتحرك من تلقاء نفسها وأصوات همسات تأتي من الجدران. العودة إلى الواجهة، تحقيقات جديدة بعد 42 عاماً رغم مرور عقود على الحادثة. لم تتلاشى الأسئلة المحيطة بحريق لونا بارك. في عام 2021 أعيد فتح التحقيق في القضية بناء على أدلة جديدة وتطورات حديثة، وبدأت تظهر تساؤلات عن إمكانية وجود تلاعب في التحقيقات السابقة أو إخفاء حقائق معينة. من بين الاكتشافات المثيرة التي ظهرت، وثائق تشير إلى أن بعض العاملين في الحديقة قد تعرضوا لضغوط لعدم التحدث عن ما رأوه في تلك الليلة. كما بدأت تظهر صور فوتوغرافية قديمة للقطار تظهر فيها ظلال غريبة في الخلفية، ما زاد من التكهنات حول وجود قوى غير مرئية كانت تلعب دورا في المأساة. إحدى أكثر القصص رعبا التي ظهرت مؤخرا تتحدث عن الطفل الشبح، وهو طفل يزعم أنه أحد ضحايا الحريق الذي يشاهد أحيانا يتجول بين أطلال الحديقة ليلا. شهود عيان تحدثوا عن رؤية صبي صغير يرتدي ملابس قديمة يقف بجانب المسار القديم لقطار الأشباح، وعندما يقتربون منه
يختفي في الهواء. إغلاق لونا بارك ونهايتها المأساوية بعد الحريق أغلقت الحديقة أبوابها للأبد رغم مطالبات محبيها بإعادة فتحها. تحولت لونا بارك إلى مكان مهجور وموحش، تتساقط ألعابها القديمة وتصفر الرياح بين هياكلها الصدئة. بين حين وآخر يتجرأ بعض المغامرين على التسلل إلى الحديقة ليلاً، لكن معظمهم يخرجون مسرعين مرعوبين من أجواء المكان ومن القصص التي لا تزال تطاردها. في عام 2004 كانت هناك محاولات لإعادة افتتاح الحديقة، لكن الذكرى المأساوية للحريق كانت أقوى من أي محاولة إحياء. لا تزال لونا بارك حتى اليوم محاطة بالغموض والرعب، وكأن الحديقة نفسها تحاول إخفاء ما حدث في تلك الليلة المرعبة. الخاتمة، هل سيكشف اللغز يوماً؟ رغم مرور أكثر من 4 عقود على حريق لونا بارك، ما زال الغموض يلف تلك الحادثة. لم يتمكن أحد من معرفة الحقيقة الكاملة وراء ما حدث في قطار الأشباح في تلك الليلة، لكن المؤكد أن الأرواح التي فقدت هناك لا تزال تحوم في المكان تنتظر العدالة، وربما، فقط ربما، سيظل لغز لونا بارك واحداً من تلك القصص التي لن تحل أبداً، تاركة خلفها إرثاً مرعباً وأسئلة لا تنتهي. قلعة هوسكا، باب الجحيم الذي لا ينغلق في قلب غابة مظلمة وموحشة تقع في جمهورية التشيك. تقف قلعة غامضة أطلق عليها اسم هوسكا، قلعة من الحجر البارد، بنيت في القرن 13، ولكن ليس لحماية أهلها من الأعداء أو الغزاة كما تفعل معظم القلاع. هذه القلعة شيدت لسبب آخر أكثر رعباً ودهشة. البداية، أسرار تحت الأرض. تبدأ القصة عندما سمع الملك أوتاكار الثاني عن فجوة ضخمة وعميقة في الأرض تقع في منطقة نائية وخالية. لا أحد يعرف عمق هذه الفجوة ولا ما تختبئه في داخلها. الناس يقولون إن هذا الحفر هو مدخل للجحيم نفسه. الأسطورة تقول إن كائنات غريبة ومرعبة بدأت بالظهور من تلك الحفرة ليلا، تطير في السماء وتبث الرعب في نفوس الناس. كانت وجوههم نصف بشرية ونصف حيوانية، بأجنحة سوداء وأعين مشتعلة. السكان المحليون تحت جنون الخوف رفضوا الاقتراب من المكان، وحتى الحيوانات تجنبت المرور من هناك. البناء الغريب للقلعة هنا، قرر الملك أوتاكار أن يبني قلعة فوق هذه الفجوة، ولكن بدل أن يكون الهدف من القلعة حماية البشر من الخارج، كان هدفها احتجاز شيء مرعب في الداخل. فبدل أن تحتوي القلعة على بوابات دفاعية أو نوافذ مواجهة للخارج، كانت موجهة نحو الداخل، نحو تلك الحفرة التي لا قاع لها. لم يكن الهدف مجرد البناء، بل كان الهدف سد هذه الفجوة التي تعد بوابة إلى عالم آخر. الأسطورة تقول إن الملك كان على علم بأن هذا المكان ليس مكاناً عادياً، وأن شيئاً خطيراً كان على وشك الظهور. التجارب المرعبة داخل القلعة للتأكد من طبيعة هذا المكان المرعب، قام الملك بواحدة من أكثر التجارب رعباً. أعلن أنه سيعفو عن أي سجين يقبل بأن يتم إنزاله إلى الحفرة بسلاسل ليرى ما في الأسفل. وعندما وافق أحد السجناء أنزلوه ببطء إلى أعماق الفجوة. لم يستغرق الأمر طويلاً قبل أن يبدأ بالصراخ بصوت جنوني يطلب من الحراس أن يخرجوه بسرعة. عندما أخرجوه كان وجهه شاحباً كالموتى وعيناه تفيضان بالجنون. ما حدث بعد ذلك كان أسوأ. السجين الذي كان في العشرينات من عمره ظهرت عليه علامات شيخوخة سريعة. خلال دقائق بدا وكأنه رجل عجوز بلغ 80، وظل يهذي عن مخلوقات مظلمة رأى أنها قادمة من الأعماق تريد الصعود إلى عالمنا. القرون التالية، أصوات وهمسات ليلية. مع مرور القرون استمرت الأحداث الغريبة حول قلعة هوسكا. الناس الذين مروا بجوارها في الليل كانوا يسمعون صراخاً وهمسات غامضة قادمة من داخل القلعة رغم أنها كانت مهجورة. بعض الشهود قالوا إنهم رأوا ظلالاً تتحرك في النوافذ المغلقة، وآخرون قالوا إنهم رأوا مخلوقات بأجنحة سوداء تحوم حول القلعة في الليالي المظلمة. في فترة الحرب العالمية الثانية عندما احتلت النازية التشيك،
استولت قوات هتلر على القلعة. يقال إنهم كانوا مهووسين بالظواهر الخارقة، واستخدموا هوسكا لإجراء تجارب مرعبة على الأسرة بحثاً عن قوى شيطانية أو أسرار قديمة قد تمنحهم النصر. لكن حتى الجنود الألمان الذين لم يعرفوا الخوف هربوا من القلعة بعد أن شهدوا كوابيس حية وأحداثاً لا تفسير لها. الليل الذي لا ينتهي، رغم أن القلعة اليوم تعتبر مزاراً سياحياً، إلا أن المرشدين يحذرون الزوار من البقاء هناك بعد غروب الشمس. السكان المحليون ما زالوا يروون قصصاً عن أناس زاروا القلعة ولم يعودوا أبداً، أو عن زوار وجدوا أنفسهم عالقين في متاهة من الغرف المظلمة والممرات التي لا تنتهي. في ليلة من الليالي قرر مجموعة من الشبان المتهورين قضاء ليلة في القلعة بحثاً عن المغامرة. ظنوا أنها مجرد أساطير، ولكن عندما حل الظلام وبدأت الرياح الباردة تعصف بالقلعة سمعوا خطوات ثقيلة تصعد الدرجات الحجرية. الأصوات كانت تقترب والظلال بدأت تظهر على الجدران. أحدهم تجرأ ونظر من النافذة المغلقة بإحكام، فإذا به يرى كائناً طائراً ذو وجه مشوه وأجنحة عملاقة يطير حول القلعة ويصرخ بصرخات تجعل الدم يتجمد في العروق. هربوا تلك الليلة دون أن ينظروا خلفهم، وأقسموا ألا يقتربوا من القلعة مرة أخرى. ختام القصة إلى يومنا هذا، لا تزال قلعة هوسكا تحمل أسرارها السوداء. الباب الذي بني فوقه الحجر لا يزال موجوداً، ولا يزال الكثيرون يعتقدون أن هذا الباب هو المدخل إلى عالم آخر، عالم مليء بالرعب الذي لا يمكن للبشر فهمه. فما الذي ينتظر خلف هذا الباب؟ هل ستجرؤ على زيارته يوماً؟